السلام عليكم. كنشكر بعد هذا القناه اللي عطات فتحت لنا هذه الفرصه هذه نتكلموا على الحقوق ديالنا فاس نيوز. كنشكروها بزاف وكنقول لا حول ولا قوه الا بالله في هذه الصنعه هذه. وكنقول لهذا وزير الصنعه وهذا رئيس الغرفه راه لا حول ولا قوه الا بالله. اقسم بالله الى 10000 ديال الانسان الا كيموت بالجوع، والله الا كنموتوا بالجوع بالله، اقسم لك بالله ولا حول ولا قوه الا بالله في هذه البلاد هذه. انتم راكم جالسين في المناصب ديالكم وحنا راه لا حول والله الا كنموتوا بالجوع. والشكوى الله تعالى الله ينصر سيدنا وهاد المعلمين اللي كيقتلوا الصنع الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. والله ما كنلقاو ما نخدموا بالله، والله الا غير جالسين بالقاسم اللازم. والشكوى الله تعالى. وكنشكركم بزاف.